يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن الجافا سكريبت with keyword. لو شفنا كلمة with في البرنامج دي معناتها ايه؟ دي معناتها ان هي reference to an object. لو جينا هنا جبنا المثال اللي كنا بنستخدمه في الفيديو اللي فات، عملت فايل جديد اسمه جافا سكريبت with keyword.html، نفس الاسم دول جافا سكريبت، وجبت الجافا سكريبت عندنا عملته reference في ال src. الاستخدام عندنا هيبقى سهل، يعني او المثال هيكون سهل جدا، هو نفس الفيديو اللي احنا استخدمناه في الفيديو اللي فات، ان احنا كان عندنا اوبجكت اسمه بيرسون، وبعدين بعد كده خلقنا منه عملنا كرييشن لبيرسون، وبعدين عملنا النيم والايج، وبعدين بعد كده استخدمنا الميثود اللي متعرفه جواه اللي هي اسمها اد ويت، وبعدين بعد كده كتبنا القيم بتاعتهم. ليكن مثلا اللي احنا عايزين اول ما نشوف يعني او استخدام كلمة with عندنا هنا، هنكتب with ونحط قيمة ال object، نكتب with person. فده هيخلينا نعمل ايه؟ ان احنا ممكن نكتب كل البارامتر اللي موجود عندنا دلوقتي. عملت curly bracket ما بين ال statement اللي احنا بنكتب فيها ال value بتاعت البارامتر. ممكن ننظم الكود عندنا بحيث ان انا اعمل هنا tab، وبعدين هنا ممكن نأكسس الفاريبل اللي جوه الاوبجكت بدون الرجوع لاسم الاوبجكت دلوقتي، لان احنا كاتبين كلمه with between ال two curly bracket عندنا. فزي ما شايفين انا بديليت كل بيرسون، فدلوقتي مكتوب بس نيم وايج وويت، فعلى طول هو اوتوماتيك ما دام كلمه with دي موجوده فهيروح يجيب النيم والايج والويت من جوه الاوبجكت اللي اسمه بيرسون عندنا. فلو جينا عملنا سيف للجزء ده من البرنامج وجينا هنا عملنا دبل كليك، وبعدين بعد كده عملنا كليك للبوتن، ففعلا ادانا نفس القيم اللي هي متعرفة عندنا اللي هو تيست نيم 1000، وبعدين الايدج 30، وبعدين الويت 70، فنفس القيم موجودة عندنا. الفكرة في حاجة ان with صراحة انا ما شفتهاش بتستخدم كتير في جافا سكريبت، يعني الناس اللي بتكتب كود ما بتستخدمهاش كتير، بس انا يعني عملت لها فيديو بحيث ان لو شفناها، لو يعني صادف وحد بيبص على جافا سكريبت فايل ولقى كلمة with دي، نبقى عارفين معناتها ايه جوه البرنامج. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.